Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila Qanah Ustazah Rusmidayati. Kaifa halukum? Atamanna lakum as-sihah wal-afiyah. Al-an insyaAllah sanadrus lughah al-arabiyah ma'a Ustazah. Hayya, hayya بالعربية. هيا بالعربية. هيا بالعربية. هيا بالعربية. هيا بالعربية. هيا ندرسها معا. هيا بالعربية. هيا بالعربية. العربية للصف السادس الوحدة الثانية تحت الموضوع الأشكال حولنا سندرس أن المهارة استماع وكلام القدرة على استماع إلى أصوات الحروف متماثلة ونطقها في جمل موسعة ومقارنة بينهما وبين رموزها حرف دال وحرف ضاد مخرج حرف دال في لسان دال دا فتحة تي كسرة تو ضمة ضاد ضو ضي ضو ضو ضي ضو الاستماع والنطق الحرف دال كلمة نطقا صحيحا دا سن دا وي سن سن دا وي سن سن دا وي سن دي دير ها من dir ha mun dir ha mun do 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 su ki do su ki do su ki San dawi sun da dir hamun di du su ki du al istima wa nutqu al aswat al huruf dad fi kalimat nutqan sahihan dad fataha dha min dha da tun min dha da tun min dha da tun dad kasrah di dif da'un dif da'un dif da'un dad dhamma du du ha duha duha du
الفتحة ضيقة ضيقة ض من ضدة ضفدع ضو ضحى ضو ضيقة. الآن استمع ونطق الأصوات الحروف الدال والضاد في جمل موسعة. دال دال دو دوسوكي ذهب دوسوكي إلى دكاني. دا سندويس اشترى سندويسا. دي درهم در بدرهم واحد ذهب دوسوكي إلى دكان واشترى سندويسا بدرهم واحد. ثم حرف ضاد طي ضف ذاء ضو من ضادة ضو حفرة ضيقة. خفز دفع من المنضدة إلى حفرة ضيقة في الضحى. هيا بالبحث الكلمة فيها حرف دال وضاد. نعم طيب نبدأ بالحرف دال داخل ضد ضي ضياء ضد ضو معرض دال دو مدن دال دا شاهد دال دا قدماء ضد ضو قضى دال دي بلادي. دخل ضياء معرض مدن شاهد قدمائي قضوا بلادي. أحسنتم أنتم ممتازون. الحمد لله قد انتهيت هنا. إلى اللقاء ومع السلامة. شكرا على مشاهدكم. لا تنسى سبسكرايب لايك كومنت اند شير. باي.